أنا بهني نفسي وبهني ابني بشهادته، والحمد لله اللي ربنا اصطفاه شهيد، لأنه هذا كان حلمه وسام. الحمد لله رب العالمين. وسام سعره بسعر أهل دم أهل غزة، الحمد لله. هو طلبها ونالها، هو كان بده زي هيك، الحمد لله. وسام أسير محرر، روح بشهر 4 السنة المركات، اطارد وسام 6 شهور، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد. وسام بيحب الجهاد، مجاهد، كل يوم كان في منطقة، كل يوم كان في يوم في يعبد، يوم في عراب، يوم في جنين، والحمد لله. حتى اليوم اللي روح فيه كان مشتبك في جنين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لي أنا برفع راسي باللي عمله وسام وأمثال وسام اللي بيعملوه، والحمد لله رب العالمين. منحني كلمة أم أسير، واليوم بمنحني الحمد لله بفضل الله أم شهيد، وأنا برفع راسي بهاي الكلمة يعني، وبفتخر. وسام كل يوم بالبال، كل ساعة بالبال، بس الحمد لله القوة والثبات من عند رب العالمين. مقبل غير مدبر، مشتبك، شو بدي أحسن من هيك؟ والحمد لله كثير بيحلموا فيه في الدرجة العليا، بحكي لهم أنا بالدرجة العليا، والحمد لله. يعني أنا للأمانة بالنسبة لي عرس وسام، شهادته يوم شهادته كان يوم عرسه، كنا المفروض إحنا بدنا نروح هذاك اليوم، في عنا خطبة لإله وإشي، فربنا اصطفى محور العين أحسن، والحمد لله. بعدين أولادي كلهم فدا الوطن، أنا فدا تراب الوطن، فدا المقاومة، فدا غزة وأهل غزة، والله يكون معهم وبعونهم وربي ينصرهم ويثبتهم. أنا بالنسبة إلي ابني عادي، عادي زيه زي طفل من أطفال غزة، والحمد لله. هو مش أحسن منهم، لا بالعكس، سبروا بسبرهم. وسام أحمد أسير محرر في صفقة الطوفان الأقصى، شبل صغير كان عمره 15 سنة، حكم على أحمد 30 شهر و30 ألف شيكل. فالحمد لله بهمة الله وفضل ربنا وفضل مقاومتنا اللي بترفع الراس في غزة، روح أحمد، روح أحمد بالصفقة غصب عن اللي بدوش، وراح يروحوا الكبار بإذن الله. أمنا بالله وبالمقاومة، إحنا أمنا بالله وبالمقاومة، بإذن الله اللي يروحوا المؤبدات راح يروحوا قريب جدا. تم اعتقاله طبعا بظروف إنه أخوه استشهد، أبوه أسر، أخوه جرح، رموا الرصاص، أطلقوا الرصاص على ابنه محمد وأصابوه في رجله. كنتي نزلت 5 شهور، كانت عروسة جديدة، البيت استهدف، إحنا كنا مستهدفين كلنا، بدهم يبدونا إبادة. فالحمد لله ربنا نجانا واصطفى وسام من بيناتنا. اشتبك وسام من باب الشباك، قاوم بما بيه الكفاية. ما أنا صرت أصيح أقول لأولادي كلهم خلاص إحنا راح نموت، إحنا تشاهدوا كلياتهم، انطقوا الشهادة. سمعني وسام حكى لي آخر كلمتين، توكلي على الله وأنا مودعكم لله. بعدها وسام نط من الشباك حتى يشتبك برا، يتمكن إنه يعمل اللي بده إياه. فكان القناص على ظهر دار جيراننا، هناك كانت الحمد لله شهادته، الحمد لله، الله يرضى عليه.